اختارينا الشقة بالطابق الخامس لأنه هنا بأوكرانيا وبسرعة ما بأوروبا كل ما الشقة تكون بالطابق الأخير سعرها يكون أغلى رقم واحد، واثنين المنظر اللي أنت تشوفه من برا الشقة، فخليني أشوفك المنظر مالتنا من برا الشقة. انا حاليا راح نخلي المطبخ بهاي المساحه، واحنا اللي عاجبنا ان المطبخ راح يكون عباره عن ضلعين، ضلع يكون منه وضلع اخر يكون منه باقي. بس السبب بقول لكم انه احنا عندنا بالطابق فوق على طابق ثاني، فاللي راح نسوي راح نخلي درج هنا. اوكي، هذا المكان مال درج راح نخليه منه ونصعد للطابق الثاني. طبعا حاليا الصعدة للطابق الثاني هي منا انا هذا الدرج المؤقت. انتوا اصدقائي شو تقولوا؟ شو رايكم نخلي درج انه يبدا منا وبعدين نصعد فوق، لو نخلي درج يصير بس مجرد صعدة واحدة؟ اوكي، هذا اكتبوا لي جواب بالتعليقات. Which color we need to make here? What do you think? I think we'll put all red stone. طبعا انا انستاسيا اقترحت لنا اقتراح كلش حلو، انه المطبخ مالتنا راح يكون لونه اسود. اوكي، لكن هنا في المساحه بين الدواليب الفوق والجو راح يكون هنا طابوق لون احمر، احمر وبي رصاصي، فالشيء كلش حلو، يعني نظام لوفت زين. وهنا يمكن مقررين احنا انه يصير مثل الطاوله، اوكي، ممزوجه ويا الحائط، فممكن انه احنا نقعد من هاي الجهه ومن هاي الجهه والمطبخ هذا يكون. فهذا احنا قرارنا، لكن اذا اكو اقتراحات اكتبوا لنا جوا بالتعليقات. You decided to put here some wall and put one for TV. Okay. Now, we decided to make a small hut, something small. Okay. The outside will be seeing this mesh that is with the wood and the fire. We will make it real, or make it electrical. Then we will leave it on the television and we will finish the hut. So, this hut will be in the color of the red stone, and this will be red. وهنا راح يكون الديوان مالتنا، اوكي؟ وراح يكون بشيء كلش حلو مرتب. هنا ما قررنا شنو نسوي لحد هسه، فانتوا اريدكم تكتبوا لي جواب بالتعليقات شنو نسوي هنا. هنا المدخل مالتنا، المدخل مال الشقة. Here I think we'll put some closet because Mr. Adam he has too much jackets more than me. And here we'll put like a chair. To sit also small closet and the mirror. هنا الكنتور او الدولاب شنو نسوي مال ملابس، لانه تقول انه ادم عنده هواي ملابس اكثر من عندي، فيلا اشتروا لها ملابس اذا بدكم تقعدوا اكثر من عندي. اوكي، وهنا what you say what you put here؟ Chair to sit to change our. هنا نخلي مثل الدولاب اللي يكون نخلي بيه جوا الاحذيه، واكو كرسي صغير نقعد عليه حتى نغير الحذاء، وهنا راح تكون مرايه. هذا الحمام مالتنا، مساحه مالته 10 متر. اوكي، طبعا كلش ظلمه ما مبين شيء، شو اشرح لكم، لكن راح نخلي هنا اللي هي التواليت، وهنا راح نخلي بانيو. اوكي، وهنا المغسله مال الملابس، وهناك هنا المغسله مالتنا، شو المغسله مال الملابس، وهناك الغساله. اوكي،